السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش أثر عودة الرئيس هادي والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. كثيرا ظل انتظار الناس وكثيرا ترددت الدعاوى المطالبة بعودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها من المناطق المحررة. الآن وقد تمت العودة بالفعل، بدأت العديد من التساؤلات للظهور للعلن حول إمكانية استمرار بقاء الحكومة وما قد تحدثه هذه العودة التي جاءت بعد ترتيبات سياسية واقتصادية أجرتها الحكومة في الداخل، لعل أبرزها نقل البنك المركزي ومعاملاته إلى عدن، وهو ما يجعل الكثيرين يذهبون إلى القول بأنها قد تكون عودة أخيرة وقد تسهم إلى حد كبير في الرفع من مستوى أداء الحكومة الهزيل خلال الفترة الماضية. إمكانية بقاء السلطة الشرعية ومدى قدرتها على التغيير في كثير أو في المعادلة السياسية والعسكرية على أرض الواقع والذهاب باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ستكون موضوع نقاشنا في محورين: مدى إمكانية القول بأن العودة قد تكون عودة أخيرة، وما هو الأثر الذي قد تحدثه وتغيره عودة الشرعية في المسارين الأمني والعسكري. قبل البدء في النقاش مشاهدينا، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. عادت السلطة الشرعية بكامل قوامها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهي العودة التي كان مقدرا أن تحدث بعد أيام من تحرير المدينة قبل أكثر من عام. عادت الحكومة إلى عدن عدة مرات قبل هذه المرة، وزارها الرئيس هادي أيضا، ولكن كل تلك الزيارات كانت خاطفة لأيام أو أسابيع ثم يغادر المدينة تحت ضغط الأوضاع غير المستقرة بعد الحرب. انتظرت الحكومة كثيرا تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة وغيرها من المناطق المحررة، ولكن ما كان يحدث فعلا هو تدهور الأوضاع كل يوم أكثر من ذي قبل مع استمرار غيابها في الخارج، حتى باتت تلك المناطق نموذجا لسوء إدارة السلطة الشرعية لمعركتها مع الانقلابيين. وربما تأتي هذه العودة التي توصف بالنهائية كمحاولة لتلافي أخطاء المرحلة السابقة والبدء من جديد، خصوصا وأنها تأتي بعد عدد من الترتيبات السياسية والاقتصادية التي تؤشر لأن الحكومة الشرعية ماضية في عملية إعادة تطبيع الحياة وتثبيت أركان الدولة في المناطق المحررة بعد التأكد من أن الحرب مع الانقلابيين ربما تستغرق وقتا أطول مما كان مقررا. عودة الحكومة كان قد سبقها قرار نقل البنك المركزي لعدن، وهي خطوة شكلت ضغطا كبيرا على تحالف الانقلابيين في صنعاء، ووضعت من خلالها الحكومة على طريق البدء في مشروع إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والتي تبعها عدد من الخطوات الأخرى كصرف رواتب الموظفين وإعادة تشغيل المنظومة النفطية وإن بشكل جزئي حتى اللحظة. تتحرك عجلة الحياة في عدن والمناطق المحررة، وخلال الأيام الماضية كان أعضاء حكومة بنداغر يدشنون عددا من الأنشطة التي تضفي على تواجدهم في المدينة مظهر الجدية، إلا أن تجربة المواطنين مع هذه التحركات خلال أكثر من عام باتت تجعل طموحاتهم أقل بكثير مما قد يثيره وجود السلطة الشرعية بينهم أو بالقرب منهم، بانتظار نتائج ملموسة وواقعية لتوجهات الحكومة وفعلها في المناطق التي تديرها أو تحارب لاستعادتها. إذن مشاهدينا، في البدء أرحب بضيوفي. سينضم إلينا من تعز وكيل وزارة الثقافة سيد عبد الهادي العزعزي، وأيضا من بريطانيا الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والأبحاث. نبدأ معك سيد عبد الهادي العزعزي، مساء الخير. يعني في البداية، هل يمكن القول بأن عودة الحكومة والرئيس هادي إلى عدن يعني قد تكون عودة أخيرة؟ نتمنى أن تكون هي العودة الأخيرة، وأعتقد هي كذلك. قد تكون أي حركة من عدن باتجاه الخارج ثم العودة إلى عدن، على الحكومة أن تكون أمام الشعب، أن تكون إلى دواره، أن تتحمل معاناته وأن تقود حل مشكلاته وأن توجه مسألة استعادة الدولة والحرب الدائرة في البلد. نعم، أنقل نفس السؤال لضيفي الآخر الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والأبحاث. مساء الخير دكتور. يعني نفس السؤال الذي نقلته لوكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي، هل يمكن القول بأن العودة، عودة الحكومة إلى عدن وعودة الرئيس هادي قد تكون عودة نهائية؟
شكرا جزيلا لك وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللزملاء ضيوفك الأكارم. أهلا بك. الحقيقة أن الموضوع عودة الحكومة هي مرتبطة بإشكالية ثنائية: من يوفر الأمان للآخر؟ هل العودة توفر الأمان للشعب أم أن الشعب يوفر الأمان للسلطة لكي تعود؟ أعتقد أن السلطة وبالذات الحكومة، أقصد بذلك حكومة الدكتور بندغر، يجب أن تعلم أنها مسؤولة عن توفير الأمن، لا أن تهرب من الأوضاع الأمنية غير المستقرة حتى يوفرها لها آخرون. أعتقد أنه المواطنون يعلقون آمالا كبيرة على أن عودة الحكومة وبما في ذلك الرئيس هي عودة نهائية، وهذا لا يمنع من زيارات لأي دولة أخرى، لكنني كنت قد تناولت هذا الموضوع عندما قيل أن الرئيس قام بزيارة العدل لمدة أسبوع، وقلت أن يجب أن تسمى هذه عودة. إذا كان الرئيس يزور عاصمة بلاده فهذه مشهد سريالي عجيب. أعتقد أن الأخ الرئيس قد قرر البقاء في عدن. ببقاء الحكومة وبقاء الرئيس وبقاء الوزراء سيثبت الاستقرار، وستبدأ مشاريع إعادة الإعمار، وسيبدأ الحياة تتطبع الحياة في عدن. أما إذا كان المسؤولون سيزورون البلاد زيارة فهذا نعم. يعني أن الوضع البارادوكسالي سيستمر. نعم سيد عيدروس، يعني ما الذي يمكن أن تأتي به هذه العودة على الصعيدين العسكري وأيضا الصعيد السياسي؟ الحكومة دائما تكون عنصر تحفيز وعنصر إدارة وتوجيه وتنظيم الحياة، العمليات العسكرية مثل ما العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحكومية بشكل عام. الحكومة ورئيسها ورئيس الدولة رئيس الجمهورية يمثلون جميعا غرفة العمليات التي تدير كل ما يجرى في البلد، فعودتهم وبقائهم على مقربة من الأحداث من المؤكد أنه إذا توفرت النية وتوفرت المهارة يستطيعون أن يوجهوا دفة الأحداث باتجاه أحداث تغيير جديد، ليس لا تظل الأمور معلقة كما كانت منذ أكثر من سنة ونصف. يجب الانتقال إلى وضعية جديدة تؤدي إلى انهزام المشروع الانقلابي وتثبيت أقدام الحكومة على الأرض. أما إذا يعني أما إذا كانوا مجرد زيارة يعني زي ما يقولوا لإخراج ماء الوجه، فأعتقد أن الوضع إذا ظلت تراوح محلها فإن الطرف الانقلابي هو كسبان حتى وهو خسران. الطرف الانقلابي هو كسبان باستقرار الأوضاع كما كانت عليه. نعم سأعود إليك دكتور عيدروس النقيب. أذهب بالسؤال لي السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، هل هناك من أثر يمكن أن تغيره عودة الحكومة والرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ بالتأكيد هذا الأثر كبير وكبير جدا على مستوى الشارع الذي أصبح مع الأسف الشديد طوال الفترة الماضية أشبه بالجماعات التي تقاتل من أجل إمام غائب. نعم. على السلطة أن تكون موجودة على الأرض، أن تتولى على المشكلات، مشكلات الجيش ومشكلات الحرب الدائرة داخل البلد، المشكلة الاقتصادية، إعادة تنظيم المحافظات المحررة ودفع عدن كعاصمة مؤقتة إلى أن تكون العاصمة. لن تستقر عدن سوى بإدارة الملف الاقتصادي داخل عدن، إعادة تشغيل نقل المركز المالي الشعبي إلى جانب ما تم من نقل المركز المالي الحكومي الممثل بالبنك المركزي. الخطوة الثانية تقتضي نقل المركز المالي الشعبي، توفير عدن كبيئة بيئة عاصمة بدلا من التعامل معها الآن كمحافظة، الإشراف على كافة العمليات، إدارة المناطق المحررة إجمالا، إدارة الموارد المالية، التعامل مع المناطق الأخرى. أيضا هذه العودة تعطي دفعة معنوية للجيش، تسرع من العمليات العسكرية، تعطي دفعة نفسية للمواطنين، أيضا تؤدي إلى تقليص مساحة الانقلاب. كان صالح أكثر من مرة يقول أتحداهم أن يعودوا إلى عدن. هذه المسألة الآن أصبحت في وضعية عامة. السلطة الآن ممثلة بقدر رئاسة الوزراء وقيادة الدولة متواجدة في عدن، تم البدء بصرف رواتب الإخوة العسكريين في ثلاث مناطق، واليوم ومن غدا في المنطقة الرابعة. هذه مؤشرات كبيرة. بدأت الإيرادات الآن تنساق إلى البنك المركزي في عدن، بدأت إجراءات صرف الرواتب في بعض المحافظات الجنوبية،
وتستمر بالمحافظات، تبدأ بالمحافظات الشمالية أيضا. هناك إجراءات على الأرض، هذه العملية سوف تعيد إلى عملية تشغيل، أيضا تشغيل مطار عدن، تشغيل الميناء، المصافي، بقية الوحدات، تحريك شركة النفط كشركة. هناك مشاريع كبيرة سوف تقوم فيها الحكومة كجزء من تطبيع الحياة وإثبات وجودها على الأرض، وبالتالي تقليص وإنهاء الانقلاب إلى أن تصل المسألة إلى العاصمة. نعم، يعني سيد عبد الهادي، كيف يمكن أن تنعكس أيضا هذه العودة على الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة بشكل عام؟ الأوضاع الأمنية هي تحتاج بشكل عام إلى وجود مرجعية وإلى وجود قيادة. الناس ظلت تتلقى أوامر من الخارج بعكس أن يكون مصدر الأوامر هو المشرف أيضا على متابعة التنفيذ، وأن يكون قريب من الموجودين. هناك جانب نفسي، الجانب النفسي للناس يلعب دور غير عادي. هناك بيئة حاضنة قوية للدولة، عليها أن لا تفقد هذه البيئة الحاضنة وأن لا توصل المجتمع إلى حالة من الانهزام، وهذا فعلا ما يسعى إليه رئيس الوزراء يا الدكتور الدغر. هو يعمل بكل ما أوتي من قوة، كانت الإشكالية في المورد المالي، الآن حل هذا الإشكال تماما، وكانت الإشكالية أيضا في الرواتب، هذه أهم إشكاليتين. وأما بالنسبة للإشكال الأمني، أعتقد أن حل مشكلة الرواتب الناس تتحرك بفعل هذه العملية، والمسألة الاقتصادية هي التي سوف تحرك هذه العملية. أعتقد أن الشهر القادم سوف تتغير أمور كثيرة من بداية العام الماري، والحكومة الآن تشرف وتتابع بشكل مباشر مع المحافظات ومع المديريات المقررة من بعض المحافظات أيضا. نعم، أعود إليك سيد عبد الهادي العزعزي، وأذهب الآن بسؤال للدكتور عيدروس النقيب. يعني دكتور، من خلال العودة للحكومة في الفترة التي قضتها في العاصمة المؤقتة عدن، يعني هل تعتبر أن ما قدمته الحكومة من خلال هذه المرحلة يعتبر بالشكل المأمول الذي يأمله الجميع؟ شكرا جزيلا. هذا السؤال ذكرني ب يعني بحديث دار بيني وبين كثير من الزملاء، بعضهم اعضاء مجلس النواب من المؤيدي الشرعيه. كنت قد تناولت قضيه، كتبت مره مقاله بعنوان كيف نهزم المشروع الانقلابي بدون حرب، وقلنا انه يمكن للحكومه الشرعيه برئاسه الرئيس عبد ربه منصور هادي والدكتور احمد بن دغر وجميع الطاقم المحيط بهم ان يلحقوا هزيمه نكراء بالمشروع الانقلابي من خلال الشروع في اعاده الاعمار في المناطق التي تم تحريرها، وهي مناطق ليست قليلة، هي أكثر من 400,000 كيلومتر مربع، يعني مساحة 3 دول خليجية وربما أكثر، يستطيع بها من خلال إعادة الإعمار وجذب الأيادي العاملة وتوفير البيئة المستقرة وبيئة الاستثمار والبدء بمشاريع يعني التنموية جديدة، أن يلحقوا هزيمة كبرى بالمشروع الإنقلابي، لأنه سيكون المنطقة المحررة بيئة حاضنة للمواطنين. حتى المواطن الشمالي سيشعر بأن تأييده للشرعية سيعود عليه بعائد إيجابي. قال أحد الزملاء أنه أيوة أنتم تشتوا تعمروا الجنوب عشان تنفصلوا به، هاجس الانفصال والشرعية هذا الانفصال والوحدة ما يزال يسيطر على كثير من الطيبين الذين يعتقدون أنه يمكن فرض الوحدة بالقوة أو فرض الانفصال بالقوة. موضوع الوحدة والانفصال يجب إبعاده الآن من هاجس الناس، وبالذات الأخوة المؤيدين للشرعية إذا أرادوا أن يكسبوا الشارع الجنوبي. يجب أن تقدم شيء للشارع الجنوبي تثبت له أن الدولة الواحدة اليمنية الواحدة تحقق له عوائد مفيدة. عموما أعود إلى موضوع سؤالك، الحكومة للأسف الشديد إذا قدمت رواتب للناس يتحول هذا إلى عيد وطني. يعني نعم. أيضا دكتور عيدروس، أيضا يعني هناك الكثير من الأمور الاقتصادية التي يجب على الحكومة القيام بها، وأيضا الترتيبات الأمنية مقابل عودتها. هل هناك دعم من قبل التحالف العربي بما يغطي احتياج الحكومة في هذه المرحلة؟ شوف، أنا أقول لك، أنا علشان لا أضرب مثال بالجبهة القومية حتى لا يقال أنت تحن إلى الزمن الشمولي. نعم. عندما قامت ثورة 26 سبتمبر كان العالم كله يتآمر عليها، وكانت معها الجمهورية العربية المتحدة اللي هي مصر بقيادة عبد الناصر، ومع ذلك لم تنتظر من أحد أن يدافع عنها.
عندما قامت الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر كان كل المحيط ضدها، لكن كانت القيادة في مقدمة الجبهة، كان القادة كان سالمين وعبد الفتاح اسماعيل وعلي ناصر وكل زعماء يذهبوا إلى الجبهات ويقاتلوا من شان يدافعوا عن النظام الوليد، ولذلك جذبوا الناس معهم، لم يجروا أحد أن يقول هؤلاء مقصرين لا يقدمون شيء للمجتمع. أعرف أتفهم أن السلطة الشرعية ورثت خرابة بعد خصوصا الانقلاب وما ترتب عليه والحرب والتدمير، لكن هذا يتطلب مهارة في تسخير الموارد المتوفرة، والموارد المتوفرة كثيرة، في موارد بشرية وموارد مادية وموارد معنوية، يعني الشعب ينتصر والسلطة ما تزال غير واثقة من هذا الانتصار. هذا مفارقة يعني غير طبيعية، أن الشعب يقاتل وينتصر بدون قيادة. ولذلك أعتقد أن الزميل العزيز أشار إلى موضوع أنه القيادة تعمل إلهام معنوي للناس. قالوا أن نابليون يقول أنه يعني فريق من الأسود يقودها ثعلب سينهزم، وفريق من الثعالب يقودها أسد سينتصر. القائد عنصر مهم في المواجهة، ونحن نتحدث عن الانتصار بمعناه العريض، بمعناه الواسع، اللي يشمل الانتصار العسكري والانتصار التنموي، الانتصار الاجتماعي، الانتصار الإنساني. هذه الأمور كلها مطلوبة في هذه اللحظة، وأتمنى أن على الحكومة أن تبذل مزيد من الجهد، ونحن لا نتصور أنهم كائنات خارقة، لكننا نعرف أن لديهم من المكونات الكثير مما لم يستخدم بعد. نعم، سأعود بسؤال لسيد عبد الهادي العزعزي. يعني سيد عبد الهادي، عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، هل جاءت هذه العودة بناء على رؤية اقتصادية وأيضا سياسية أم ماذا؟ بالتأكيد هذه العودة ليست كعودة مغترب، لكنها عودة لقيادة والسلطة عليها واجبات ومسؤوليات أولا، وعليها أيضا أن تقود استعادة الدولة. استعادة الدولة يقتضي مرحلة من القوة. أعتقد أن الحكومة الآن لديها رؤية واضحة، وسوف يتم نزول وزراء وقيادات كبيرة حتى إلى خطوط التماس، إلى مناطق المواجهات. هي مكلفة بذلك، سوف تنزل على الحكومة أن تنزل على الأرض وأن تبدأ من عدن عملية التوسع بشكل عام إلى بقية المناطق لنزول السلطة السياسية عليها، زيارة المحافظات عليها، بعث رسالة تطمين الناس، مع الناس في المناطق هذه جميعا تحملوا ويلات حرب، وما زالت رح الحرب فوق بعض المحافظات التي تراجع منها الانقلاب. اليوم السلطة، كان البعض يقول أن الدولة وبقائها في المملكة العربية السعودية يجعل الانقلابيين أكثر قوة. اليوم المساحة كما ذكر الدكتور 400,000، وهي مساحة كبيرة، أيضا نسبة كبيرة من الموارد، بالذات المورد النفطي، المورد البحري، أيضا مسألة تشغيل عدن كميناء، وله ظهير بشري كبير متحمل في الكتلة السكانية المحيطة به، فتشغيل عدن، تشغيل الميناء، تشغيل المطار، تشغيل المطافي، تشغيل بقية المطالب، نقل مؤسسات إلى عدن، وأيضا الدعم باتجاه استقرار لحد على الضالع، عديان، شبوة، استكمال تحرير شبوة، دفع السلطة مثلا في مارب، في حضرموت، المناطق التي تحررت أو التي لم تشهد حرب كبيرة، والبدء في عملية الإعمار. أعتقد أن وجود السلطة سوف يدفع المواطنين عند تحريك الملف الاقتصادي الى هو ايضا سيد عبد الهادي، يعني الجهات الاراديه التابعه للدوله بحاجه الى ترتيب في هذه الفتره. ايضا الحكومه امام متطلبات اقتصاديه وامنيه، يعني هل ستستطيع الصمود امام هذه المتطلبات؟ بالنسبه للمتطلبات الامنيه، الكادر البشري موجود، وبالنسبه للامكانيات من السهولة بمكان تدبيرها، حتى لو لجأت الحكومة إلى اقتراض، هي سلطة شرعية ولديها اعتراف، وهناك مؤسسات مالية سوف تقرضها، لديها موارد موجودة في الداخل وموارد كثيرة، على رأسها قسم كبير من الأراضي وغيرها من الأصول التي تملكها الحكومة، يمكن التصرف فيها، تملك الحكومة مجموعة كبيرة من البنوك، من المؤسسات، من غيرها تستطيع التصرف فيها، وبالتالي هذه المسألة
تتجابر بمجرد وجود السلطة وإعطاء رسالة طمأنينة سوف تندفع العملية بقوة. فقط هي محتاجة أيضا إلى أن تتمتع السلطة الآن وتحديدا مجلس الوزراء بقوة كبيرة أن يستجمعوا قواهم وأن يتعاملوا مع واقع فرض على الجميع. فرضت على البلد حرب فيجب أن يقوموا بمستوى هذه الحرب وكطرف فيها، أن لا يتركوا المسألة فقط للمقاومة والعسكريين، أن تبدأ المسألة تأخذ دور الانتظام كدولة ودولة بكل قوة. هذه الحرب نهدت لكيفية إحداث تغييرات حقيقية بفعل حالة الانهدام الذي أحدثه الانقلاب، والانقلاب ينحصر ويتراجع وتفقد شعبيته خصوصا بعد ضرب المسألة المالية وعجز دولة جماعة الانقلاب. بالنسبة للتحالف، هل يقدم دعم للحكومة في هذه المرحلة بحيث أن الحكومة تثبت أقدامها وتصنع شيء في هذه الفترة؟ نعم، وفر دعم للحكومة وهي عادت بناء على هذا الدعم، هي تأخرت بفعل هذا الدعم، وفر الدعم وأيضا لدى الحكومة الإرادة الكاملة الآن للعمل على الأرض، وهي الآن تقوم بدور تمهيد كامل وتواجد رئيس الوزراء والوزراء إلى جانبه في عدن هذه المسألة. الآن يقوم رئيس الوزراء في مسألة ترتيبات، بدأت المسألة في صرف رواتب الإخوة في القوات المسلحة والجانب المدني سوف يتبعه، والترتيبات مستمرة. هي كانت المشكلة متركزة في الأزمة المالية، هذه الأزمة الآن بدأت تحل والعملية سوف تنتظم أكثر، والمسألة فقط على الحكومة أن تكسر حاجز الخوف وأن تعي أن هذا هو الشعب الذي تحكمه وعليها أن تتحمل مآسيه وعليها أن تتقبله وعليها أن تعي أنها القيادة التاريخية التي سوف تعبر به إلى عملية استعادة الدولة وبالتالي التحول إلى الدولة الاتحادية وجعل البلد بلدا ديمقراطي أو ذا توجه ديمقراطي كما هو مطروح. نعم، ابقى معي سيد عبد الهادي. اعود للدكتور عيدروس النقيب. دكتور، يعني هناك اجراء نقل البنك المركزي الى عدن وايضا دفع مرتبات موظفي الدوله، هل هذه الخطوتين كافيه او هذه الاجراءات كافيه في تثبيت ان تثبت يعني الشرعيه على اقدامها في هذه الفتره؟ أنا أعتقد أن الشرعية لديها مقومات تثبت أقدامها على الأرض، ويكفي أنها مسنودة ببيئة جماهيرية داعمة ومؤيدة وواثقة بل ومراهنة رهانا كبيرا ربما على ما هو أكثر مما تعرضه السلطة من طاقات. قضية نقل البنك المركزي إلى عدن يعني هي قضية محورية، وأنا شخصيا كتبت عنها زمان وتمنينا أنه، لأنه مش معقول الموارد تذهب إلى الانقلابيين ونحن نتحمل مسؤوليتنا. كانت الخطوة رائعة وأن تأخرت قليلا، لكن الأهم من هذا هو أن توجد موارد. يعني نعم، البنك المركزي وحده هو وعاء لاستقبال الموارد، فإذا لم تأتي هذه الموارد سيتحول فقط إلى مجرد مجلس إدارة ومبنى فاضي مالوش معنى. لكن أعتقد أن الحكومة دبرت هذا الأمر، وزي ما قال الزميل العزازي يعني حتى لو لجأنا في البداية إلى الاقتراض إلى دعم الأشقاء الذين يعني وقفوا معنا في الجبهة العسكرية، نحن بحاجة إلى وقوفهم معنا في الجبهة الاقتصادية، أعتقد أنها تستطيع أن تثبت أقدامها على الأرض. لم أسمع الجزء الآخر، العنصر الثاني من عناصر ثبات السلطة في سؤالك كان؟ نعم، هو يعني أيضا في سؤال أخير دكتور، هو يعني ما هي الإجراءات التي يعني من المتوجب على الحكومة الشرعية القيام بها في هذه الفترة كي يعني تستطيع أن تحقق شيء في هذه المرحلة؟ شوف، السلطة الشرعية هي أمام تحدي كبير. التحدي هو فعلا زي ما قلت أنا، هم ليسوا كائنات خارقة لكنهم يستطيعون أن يقدمون أشياء كثيرة. التحدي الكبير الذي يقف أمامهم هو تحدي من ذو ثلاثة أبعاد: البعد الاقتصادي، وهو مشروع أولا توفير حقوق الناس الأساسية وبالذات مرتبات العاملين، ويليه في هذا الإطار الاقتصادي موضوع إعادة الإعمار والبدء بخلق بيئة استثمارية. الناس سيأتوا سيجيبوا الأموال، وإذا توفرت البيئة الاستثمارية سيأتوا بأموالهم وسيعمروا لأنفسهم، ليسوا محتاجين إلى واحد يدير لهم العمليات. النقطة الثانية هي
الخدمات الاجتماعية. عدن ما تزال إلى الآن بدون إنسولين لمرضى السكر. نعم. الناس الأمراض الوبائية تنتشر يعني وكل أحدها يعني السلطة في هذا المضمار بحاجة إلى أن تبذل جهدا كبيرا في مجال إعادة الخدمات الاجتماعية وأولها الخدمة الطبية والخدمة التعليمية. يأتي الموضوع الملف الثالث وهو الملف الأمني. الملف الأمني لا أحد يتصور أن شلال علي شائع وحده سيستطيع أن يواجه التخريب والأعمال الأمنية والاسمه العملية الإرهابية. يجب أن يكون وزير الداخلية، الأمن القومي، الأمن السياسي، الأجهزة المختلفة المهتمة بهذه القضية أن تكون جهاز واحد. أنا لاحظ كثيرا من العمليات التي تتم من قبل طرف والطرف الآخر يتعارض معه. عندنا الحزام الأمني وعندنا الشرطة وعندنا الأمن السياسي وعندنا الأمن القومي. يجب هذه كلها تدار من قبل رأس واحد وجهة واحدة. هذه المشكلات أيضا يعني تتطلب توحيد الجهود لأنها تخلق تحديات، وعلى السلطة أن تبرهن خلالها أنها قوية، لأن هذا سيخلق دافع آخر أيضا للبيئة الاستثمارية. الاستثمار لن يأتي في ظل أوضاع أمنية مهزوزة أو غائبة. في نقطة رابعة أنا كنت تناولتها منذ يومين في مقالة أثار الضجة عند كثير من الزملاء واعترافات، وهي موضوع الجهاز القضائي وجهاز النيابة العامة. للأسف الشديد هذا الجهاز النبيل، الأجهزة الممتازة في عدن، الجهاز الأمني والحزام الأمني وغيرها، تختطف وتعتقل وتخفي قسريا. نعم. وناس أعرف أن الدوافع نبيلة، لكن هذا يمثل انتهاكات حقوق الإنسان. نحن لا نريد أجهزة الشرعية أن تكون نسخة من الإنقلابيين. يجب. نعم. أن تتميز عن الإنقلابيين، إلا تعتقل إلا بأمر قضائي، وأن يكون المختطف عارف ما هي تهمته وما يعرف أهله أين مكان إقامته ويسمح بزيارته. إلى. نعم. الآن في أطباء، في مدراء محترمين مختطفين بتهم ربما تثبت ربما لا تثبت، لكن ماذا يطير الجهاز أن يشعر أهله بأنه موجود عندنا وتهمته 1-2-3؟ صحيح، وضحت الصورة دكتور عيدروس. أشكرك جزيلا دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. أعود بسؤال أخير إلى السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، أنتم في تعز، يعني كيف يعني هل تنظرون لعودة الحكومة بإيجابية من حيث أن هذه العودة ستنعكس على حسم المعركة في تعز؟ بالتأكيد هذا ما يراهن عليه الشارع في تعز، أن عودة الحكومة سوف توفر التحرير وما بعد التحرير، وهو الأهم. اتفقت أيضا عن المديريات المحررة من محافظة تعز، وعدد هذه المديريات أكثر من 10 مديريات محررة، وبها الكتلة السكانية الكبيرة بالذات في جنوب المحافظة إجمالا. نعم. هذه المناطق إدارتها بشكل جيد يقدم نموذج للمناطق التي لا زالت تحت الانقلاب، وبالتالي يؤدي إلى تعاظم المقاومة الشعبية ويخلق هزيمة نفسية لدى أنصار الانقلاب ممن يسمون بالمتحوثين. نعم. هذا جانب، والجانب الآخر أن وجود الحكومة وزيارة أشخاص من قيادة من الوزراء والقيادة السياسية الكبيرة مثلا لمحافظة لمدينة تعز المحررة سوف يخلق جانب نفسي وانطباع كبير، وسوف يدفع أيضا مسألة المقاومة إلى الأمام. وأعتقد أن تعز ربما إذا حلت إشكاليتين هي الدعم بالذخائر بشكل عام. نعم. وأيضا رواتب المقاومة، رواتب الجيش الوطني واستكمال الدمج النهائي للمقاومين، وأيضا دفع رواتب المدنيين وصرف استقرار وهيبة دولة داخل المناطق المحررة سوف يدفع تحرير تعز وبوتيرة عالية جدا، وقد. نعم. لا تقتضي العملية أسابيع. وضحت الصورة سيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ختاما أشكر ضيوفي السيد عبد الهادي العزعزي، وأيضا الشكر للدكتور عيدروس النقيب، كان معنا من بريطانيا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة أخرى. أترككم في أمان الله.